السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الطلبة أنا أحمد العجلوني من جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية موضوعنا اليوم رح يكون عن الطاقة المتجددة وفكرة خلية الوقود شاهدت في بداية العرض أطفال بيلعبوا بيمرحوا على ألعاب مختلفة مثل السيسو والمراجيح ويمكن بلشتوا تتساءلوا شو علاقة موضوعنا موضوع الطاقة المتجددة بالعاب الاطفال اللي شفناها انا هذا السؤال بدي ارجع لكم تتناقشوا فيه مع بعض ومع مدرسكم وتحاولوا تلاقوا علاقه بين موضوع الطاقه المتجدده وموضوع العاب الاطفال وحتى اقرب الصوره لكم اكثر هل يمكن ان نستغل الطاقه المتدفقه من الاطفال خلال العابهم بطريقه نافعه راح اتركه لبضع دقائق واعود لكم بعد قليل السلام عليكم مرة ثانية أكيد خلال فترة النشاط حاولت تتوصلوا إلى طرق مختلفة لتحويل الطاقة الناتجة من ألعاب الأطفال إلى طاقة نافعه واكيد هاي الطاقه راح تكون طاقه متجدده وفعلا هذا اللي عمله دانيال شريدن شاب في عمره تقريبا خلال عمله كمتطوع في احد المدارس في افريقيا عندما شاهد الطلبه يلعبون ويلهون على العابهم بحيويه ونشاط فكر في استغلال الطاقه الناتجه من العابهم وتحويلها الى طاقه نافعه فقام بتصميم لعبه سيسو تحتوي على جهاز يحول الطاقه الحركيه الى طاقه كهربائيه ثم يتم تخزينها في بطاريه لاستخدامها في فتره المساء. ويقدر دانيال بان الطاقه الناتجه من لعب الاطفال لمده 5 الى 10 دقائق تكفي لاناره المدرسه لعده ساعات. وعلى هذا الاختراع البسيط نال دانيال عده جوائز. تقديرية ومالية والآن نرجع للطاقة في حياتنا كلنا ندرك الحاجة إلى الطاقة وأهميتها وبدون طاقة كافية ومتوفرة يصعب التنمية والتطوير أيضا وعشان هيك معظم التكنولوجيا الحديثة في العصر الماضي والعصر الحديث هي ناتج عن اكتشاف مصادر للطاقة مثل البترول والغاز والفحم وإلى آخره. والآن السؤال هل الطاقة فعليا متوفرة في جميع الأماكن ويسهل الحصول عليها هل الطاقة التي نستخدمها دائمة وآمنة على سبيل المثال هل يمكن توفير الطاقة الكهربائية لأماكن كهذه نائية أو معزولة أو فقيرة أو يصعب الوصول إليها على سبيل المثال قبل ما نشوف كيف ممكن نوفر الطاقة في هذه الأماكن، خلينا نستعرض أنواع الطاقة المتوفرة لدينا الطبيعية وغيرها ونحاول نصنفها حسب نوعيتها وطبيعتها، هل هي نافذة، متجددة وإلى آخره، لذلك راح أترككم لبضع دقائق تحاولوا تتطلعوا وتشوفوا أنواع الطاقة المتوفرة لدينا بشكل عام وتصنفوها إلى نافذة غير متجددة ومتجدده دائمه وتحاولوا تكتبوا ميزات سلبيه وايجابيه لكل صنف من هذه الاصناف وراح ارجع لكم بعد شوي. السلام عليكم مره ثانيه اكيد خلال النشاط السابق وصلت إلى أن معظم الطاقة المستخدمة حاليا والتي نعتمد عليها بشكل رئيسي هي طاقة نافذة وغير متجددة بالفعل حوالى 95% من الطاقة المستخدمة حاليا والتي نعتمد عليها بشكل رئيسي هي طاقة نافذة مثل البترول والغاز والفحم والطاقة النووية فقط 4 إلى 5% من الطاقه التي نستخدمها هي طاقه دائمه ومتجدده بالاضافه الى كونها نافذه وغير متجدده هناك العديد من المشاكل والتحديات التي تواجهنا ونحن نستخدم هذه الطاقه الغير متجدده ومن هذه المشاكل التلوث المباشر او الغير مباشر مثل تاكل طبقه الاوزون او الانحباس الحراري بالاضافه الى تزايد عدد السكان والحاجه المتزايده لها ولذلك يؤدي ذلك إلى ارتفاع أسعارها أيضا مخزوناتها محدودة وتتناقص مع الوقت بالإضافة إلى ذلك يصعب الحصول عليها في بعض الأماكن النائية أو الفقيرة لذلك لا بد من إيجاد حل لهذه المشكلة ومواجهتها الحل المناسب هو إيجاد طاقة دائمة ومتجددة وغير نافذه. لذا ما الواجب عمله للتغلب على هذه المشاكل والتحديات التي تواجهنا ونحن نعتمد بشكل رئيسي على هذه المصادر للطاقه. لابد من استخدام مصادر طاقه دائمه ومتوفره في جميع الاماكن. راح اتركه لبضع دقائق حتى تفكروا في مصادر الطاقه الطبيعيه المتوفره في هذه المناطق الموجوده في الصوره وتحاولوا ان تجدوا وسيله او طرق لانتاج طاقه الكهربائيه باستخدام طاقه طبيعيه دائمه مثل الشمس والريح وشلالات المياه. السلام عليكم مرة ثانية. أكيد خلال النشاط السابق فكرت في استخدام طاقة طبيعية متجددة مثل طاقة الرياح أو الطاقة الشمسية أو طاقة شل أو شلالات المياه لإنتاج طاقة كهربائية في بعض المناطق النائية زي اللي شفناهم بالصور. أكيد أيضاً بعضكم فكر بشكل كبير بالطاقة الشمسية كونها موجودة عندنا بشكل كبير. قبل ما نشوف كيف ممكن نستخدم الطاقة الشمسية في إنتاج وقود أو كهرباء، خلينا نشوف بعض المعلومات عن القدرة الشمسية ومدى توفرها في مناطقنا أو على سطح الأرض بشكل عام. والآن خلينا نركز على الطاقة الشمسية ونشوف هل هي كافية لإمدادنا بالطاقة اللازمة. تقدر القدرة الشمسية الساقطة على سطح الأرض بحوالي مئة ألف تيرا وات الواحد تيرا وات مليون مليون وات حوالي ثلاثين ينعكس مباشرة من سطح الأرض ومن الغلاف الجوي حاجتنا للطاقة كاملة تقدر بحوالي 13 تيرا وات فقط أي أن الشمس تعطينا طاقة أكثر من خمسة آلاف مرة من حاجتنا الفعلية للطاقة هناك العديد من الأمثلة التطبيقية على استخدام الطاقة الشمسية مثلا تحويلها إلى طاقة حركية كما هو مبين في الصورة في إنتاج بعض السيارات أو الطائرات زي مثلا هذه الطائرة صممت بناسا المحطة الأمريكية الفضائية وهي أصلا تستخدم الطاقة الشمسية هنا لتدوير المحركات وايضا على شكل طاقه حراريه مثل السخانات الشمسيه او ممكن نستخدمها ونحولها الى طاقه كهربائيه كما ترون في الصوره هنا على سطح المنزل خلايا ضوئيه تحول الطاقه الشمسيه في النهار الى طاقه كهربائيه تخزن وتستخدم لاحقا وهذه التكنولوجيا موجوده بشكل كبير في اليابان وفي اوروبا مثل المانيا ايضا يمكن استخدام الطاقه الشمسيه او تحويلها الى طاقه ضوئيه ايضا باستخدام خلايا ضوئيه كما هو مبين في الصوره ويتم تخزين الكهرباء في بطاريه يتم استخدامها لاحقا بالرغم من وجود هذه الامثله المختلفه على استخداماتنا للطاقه الشمسيه الا اننا لا نستخدم اكثر من 1% من الطاقه الكامله من الطاقه الشمسيه والسؤال الان من يستخدم الطاقه الشمسيه بشكل فاعل؟ النباتات. النباتات تستخدم الطاقه الشمسيه بشكل فاعل في عمليه التمثيل الضوئي والتي تسمى ايضا عمليه البناء الضوئي، حيث يتم من خلال هذه العمليه بتكوين مركبات عضويه مثل السكر باستخدام طاقه الشمسيه وبوجود الماده الخضراء. مادة الكلوروفيل وتسمى أيضا هذه العملية بعملية إنتاج الكتل الحيوية وقصب السكر من أكثر النباتات فاعلية في إنتاج الكتل الحيوية ويستخدم في البرازيل لإنتاج الكحول الإيثيلي أو الإيثانول ويستخدم كوقود خاصة في السيارات لذلك سأترككم الان لبضع دقائق تفكروا وتتناقشوا كيف يمكن ان نستخدم الطاقه الشمسيه كما تفعل النباتات لانتاج الوقود وتخزينه واستخدامه بطرق مختلفه. لخصوا افكاركم ومقترحاتكم وراح ارجع لكم بعد بضعه دقائق. السلام عليكم مره ثانيه اكيد خلال النشاط الماضي حاولتوا تلاقوا طرق لتحويل الطاقه الشمسيه الى طاقه اخرى بانتاج وقود معين كما تفعل النباتات في انتاج الكتل الحيويه وشفنا مثال على انتاج وقود باستخدام الطاقه الشمسيه من مثل قصب السكر الذي يستخدم في البرازيل كوقود للسيارات بعد تحويله الى إيثانول أو كحول إيثيلي كذلك في الولايات المتحدة يتم إنتاج الإيثانول من الذرة وشفت قبل فترة لما ارتفعت أسعار البترول كيف أن الزيوت النباتية كمان ارتفعت معها الأسعار بسبب تحول الصناعات الزيوت النباتية لإنتاج الوقود والاستخدامه في السيارات وهناك فكرة جديدة لإنتاج الهيدروجين واستخدامه كوقود باستخدام الطاقه الشمسيه. قبل ما نحكي كيف ممكن نستخدم الهيدروجين كوقود في انتاج طاقه مختلفه خلينا نشوف شو بنعرف عن الهيدروجين اولا وهل الهيدروجين وقود مناسب فعلا. الهيدروجين كذره هو اصغر عنصر في الجدول الدوري واكثر عنصر موجود في الكون. كمركب الهيدروجين أكفأ من البنزين بحوالي 30 مرة من ناحية إنتاج الطاقة وعند استخدامه في في خلية قلفانية أكفأ من البنزين من 100 إلى 200 بالمية أيضا من الناحية البيئية احتراق الهيدروجين لا يطلق غازات ضارة مثل ثاني أكسيد الكربون وأكاسيد عناصر أخرى عند احتراقه ينتج الماء فقط كما في المعادله التاليه لذلك من الناحيه البيئيه ايضا استخدام الهيدروجين آمن ولا يضر بالبيئه ويؤدي الى تلوث اذا اخذنا هذول العوامل بعين الاعتبار الفاعلية والبيئيه فان الهيدروجين كوقود يعتبر مثاليا في استخدامه والان كيف يمكن انتاج الهيدروجين؟ يمكن انتاج الهيدروجين كيميائيا بطرق مختلفه، منها من المركبات الهيدروكربونيه على سبيل المثال كما في المعادله التاليه. وهذه العمليه تحتاج الى طاقه عاليه وعاده تكون تحت ايضا ضغط هائل ايضا يمكن انتاج الهيدروجين من الماء كما في المعادله التاليه وتسمى هذه العمليه بعمليه فصل الماء وعاده نحتاج طاقه يتم ذلك باستخدام عمليه التحليل الكهربائي كما هو مبين في الشكل، وتنقسم هذه العمليه الى عمليتين. يتم اختزال الماء في الجزء الاول وانتاج الهيدروجين، وفي الجزء الثاني يتم تاكسد الماء لانتاج الاكسجين. والسؤال الان كيف يمكن استخدام الطاقه الشمسيه لانتاج الهيدروجين من الماء؟ بدل استخدام الطاقة الكهربائية في عملية فصل الماء. هناك مثال جيد شفناه قبل هيك في استخدام الطاقة الشمسية لإنتاج كتل حيوية في النباتات باستخدام الطاقة الشمسية. ويمكن أن نتبع نفس النموذج لعملية فصل الماء. قبل ما نشوف كيف ممكن نفصل الماء باستخدام الطاقة الشمسية، خلينا نشوف كيف بتتم عملية التمثيل الضوئي وهل عمليه التمثيل الضوئي وعمليه فصل الماء متشابهتان الان خلينا نشوف العمليه هاي كيف بتتم حسب الشكل المرفق تتم عمليه التمثيل الضوئي في النبات بوجود ماده الكلوروفيل الصبغه وهنا نرمز لها بالرمز ب تمتص اشعه الشمس فيحدث تنشيط لها وهذا النشط يتم يقوم بعملية اختزال ثاني أكسيد الكربون والماء أو الأجزائد لتكوين الكتل الحيوية مثل السكر وتتحول إلى مادة موجبة قادرة على أكسدة الماء لإنتاج الأكسجين فتتم العملية كاملة كما هو مبين في المعادلة الكيميائية التالية هل يمكن بنفس الطريقة أن ننتج الهيدروجين من الماء؟ عملية فصل الماء لهيدروجين وأكسجين تحتاج إلى طاقة وخلال هذه العملية لا بد من أكسدة الماء إلى أكسجين واختزاله إلى هيدروجين كما هو مبين في الشكل ولذلك نحتاج إلى مادة قادرة على امتصاص ضوء الشمس وتقوم باختزال الماء من جهة وأكسدته من جهة أخرى لذلك نحتاج إلى ما يسمى بالمحفز الضوئي والآن بعد ما شفنا أن العمليتين متشابهات ويمكن تطبيق الطريقة الطبيعية لإنتاج الكتل الحيوية والوقود في النباتات على الهيد الماء لإنتاج غاز الهيدروجين أو وقود الهيدروجين لابد من وجود محفز ضوئي والآن راح لبضع دقائق حتى تفكروا وتستخلصوا ميزات المحفز الضوئي المناسب الذي يمكن باستخدامه أن نفصل الماء لإنتاج الهيدروجين ونستخدم بذلك الطاقة الشمسية بدي اياكم تلخصوا أفكاركم ومقترحاتكم ورح لكم بعد شوي السلام عليكم مرة ثانية أكيد خلال النشاط وصلت لصفات المحفز المناسب لعملية فصل الماء وإنتاج الهيدروجين باستخدام الطاقة الشمسية مثل أنه يكون ثابت ويكون فاعل ويكون قادر على فصل الماء لتكوين الهيدروجين والأكسجين من خلال امتصاصه لضوء الشمس كذلك لازم خلال هذه العملية ما يصير عليه أي تغيير كيميائي من المواد التي تستخدم او ممكن استخدامها كمحفزات ضوئيه، هناك مواد مختلفه ممكن ان تعمل كمحفز ضوئي، منها مواد شبه موصله سيمي كوندكترز تمتص ضوء الشمس لتنتقل فيها الالكترونات فتصبح موجبه من جهه وسالبه من جهه اخرى. يتم اكسده اختزال الماء عند الجزء السالب واكسدتها عند الجزء الموجب ومن الامثله على ذلك مركبات تحتوي على عناصر السيليكون والفوسفورس والنيتروجين والاكسجين مثل ماده السيراميك ومواد اخرى تتكون من اكاسيد عناصر معدنيه وغير معدنيه وعاده يكون تتكون من اكثر من عنصر وبنسب مختلفة ومتفاوتة كما في الامثلة التالية. هناك ايضا بعض العناصر الانتقالية ومركباتها يمكن ان تعمل كمحفزات ضوئية مثل مركبات الروثينيوم والتيتانيوم والروديوم والبلاتينوم. ويمكن باستخدامها انتاج الهيدروجين من الماء بوجود الطاقة الشمسية. وتعمل هذه المركبات مثال عليها الموجود امامنا هنا يحتوي على البلاتينم والروديوم، البلاتينم يمتص ضوء الشمس فيكون قادر على اكسده الماء لانتاج الاكسجين، فتنتقل الالكترونات الى الجهه الاخرى جهه العنصر الاخر اللي هو الروديوم الذي يختزل الماء او الاجزاء إلى هيدروجين. وعاده يكون العناصر في هذه المركبات اما من نفس النوع كما في المثال التالي او مختلفين كما في المثالين هذا وهذا المثال بكل الحالات يكون عاده احدهما ذات تأكسد عالي يقوم بعمليه الاكسده واخر تاكسد قليل يقوم بعمليه الاختزال بالاضافه الى هذه المركبات والمواد هناك بعض المحفزات البيولوجيه مثل ماده الكلوروفين نفسها اللي شفناها في النباتات وتحتوي على المغنيسيوم او الحديد او المولدين او المغنيسيوم. والان بعد ما شفنا كيف ممكن تتم العمليه خلينا نلخص العمليه كامله لانتاج الهيدروجين من الماء واستخدامه كوقود لانتاج طاقه مختلفه. وتلخيص العمليه كامله بدايه من امتصاص ضوء الشمس بواسطه المحفز الضوئي وانتاج الهيدروجين يمكن تلخيصها كالاتي. في حال وجود محفز ضوئي مناسب يمتص ضوء الشمس فيحول الماء الى هيدروجين او ينتج الماء من الهيدروجين من الماء ثم يتم تخزين الهيدروجين ومن ثم حرق الهيدروجين في خليه وقود لانتاج طاقه مختلفه من حراره وطاقه كهربائيه او طاقه ميكانيكيه لاستخدامها في محركات السيارات. وتتركز الان التكنولوجيا الحديثه في صناعه السيارات على انتاج سيارات تعمل على وقود الهيدروجين. وعلى سبيل المثال هوندا، بي ام دبليو، تويوتا مرسيدس كل هذه الشركات الكبيره تركز الان في تكنولوجيا الحديثه على صناعه سيارات تعمل على وقود الهيدروجين وبعضها مثل هوندا اتش 5 تعمل على الهيدروجين فقط واخرى زي سياره بي ام دبليو تسمى هايبريد كار تعمل على الهيدروجين والبنزين في آن واحد والرغم من هذه التطورات في تكنولوجيا صناعة السيارات واستخدام الهيدروجين إلا أن هناك بعض التحديات التي تواجه هذه التكنولوجيا وبشكل عام. من هذه التحديات وجود محفز ضوئي ثابت وفاعل لإنتاج الهيدروجين باستخدام الطاقة الشمسية، تخزين الهيدروجين ونقله من مكان إلى آخر حيث يتم استعماله آلية حرق الهيدروجين في السيارة وفاعليتها في إنتاج الطاقة وهذا ما يسمى بالواقع بتكنولوجيا خلية الوقود ولذلك ممكن نطلع على هذا الموضوع على صفحات الإنترنت زي مثلا الصفحات اللي أنا حاطهم قدامكم هنا ممكن معظمهم بشكل مباشر على تكنولوجيا استخدام الهيدروجين كوقود وانت لحالك ممكن تبحث باستخدام بعض الكلمات زي السياره الهيدروجينيه بالانجليزي الهيدروجين كار او خليه الوقود الفيول سيل وتشوف شو التحديات اللي ما زالت موجوده امامنا في استخدام هذه التكنولوجيا وفي انتاج الهيدروجين كوقود بشكل عام. وفي النهايه بحب اشكركم على حسن استماعكم وعلى اهتمامكم بمادة الكيمياء، وتذكروا أن الكيمياء والعلوم الأساسية بشكل عام هي طريقنا للتطوير والتنمية والازدهار، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أحمد العجلوني من جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية والآن بتحدث مع المعلم معلم الكيمياء. الفكرة الرئيسية أو الهدف الرئيسي للفيديو اللي موضوعه الطاقة المتجددة هو فعليا إثارة فضول الطلاب وانتباههم لموضوع الكيمياء والعلوم الأساسية بشكل عام وأهميتها في حياتنا اليومية وفي التطوير والتكنولوجيا. لذلك لابد من اعطاء جميع الاجزاء الفيديو في نفس المحاضره او الحصه الصيفيه الصفيه ويتخلل الفيديو نشاطات. عاده هذه النشاطات الهدف منها ربط الجزء السابق بالجزء اللاحق ومحاوله تحفيز الطلبه لاتجاه الموضوع. ارجو بأن المعلم يقوم بمساعده الطلبه في حل النشاط وتركيز تفكيرهم وانتباههم على القضية المطلوبة ومحاولة تحفيزهم حتى يكونوا جاهزين وعندهم فضول للسماع ومشاهدة الجزء الذي يليه الجزء الأول فعليا هو بسيط الهدف منه تحفيز الطالب وإثارة فضولهم في موضوعنا موضوع الطاقة المتجددة الجزء الثاني بيحاول يورج الطلاب كيف أنه ممكن يكونوا مبدعين و طالب في عمرهم قدر يلاقي فكرة مبدعة وبسيطة في تحويل الطاقة طاقة الألعاب الأطفال إلى طاقة نافعة ومتجددة في الجزء الثالث نعرض المشاكل والتحديات التي تواجهنا ونحن نعتمد على مصادر الطاقة الحالية زي الغاز والبترول والفحم الحجري والطاقة النووية ويبين للطلاب انه لا بد من ايجاد حل لهذه المشاكل وذلك بايجاد سبيل لاستخدام طاقه متجدده ودائمه وامنه ايضا من الناحيه البيئيه فنركز في الجزء الذي يليه الجزء الرابع على الطاقه الشمسيه فنعرض صفات قدره الطاقه الشمسيه كقدرة هائلة وموجودة ودائمة ونظيفة وكيف يمكن أن نستغل هذه الطاقة قبل ذلك نحاول أن نلفت انتباه الطلبة إلى مدى استعمالنا لهذه الطاقة في هذه الأيام فنجد أن استعمال لها قليل جدا جدا أقل من 1% من الطاقة التي نستهلكها تأتي من الطاقة الشمسية بالرغم من قدرتها الهائلة وبذلك نسير فضولهم إلى من يستخدم الطاقة الشمسية بشكل فاعل، فنجد من حولنا النباتات هي التي يستخدم الطاقة الشمسية بشكل فاعل وتنتج الوقود وتنتج الأغذية وتنتج مواد متعددة باستخدام الطاقة الشمسية من مركبات بسيطة جداً الثاني أكسيد الكربون والماء، ونحاول أن نستخدم هذا النموذج لإنتاج وقود مثل الهيدروجين باستخدام الطاقة الشمسية. فلذلك في بداية الجزء الخامس نعرض صفات الهيدروجين كعنصر وكمركب وهل هو وقود مناسب من الناحية الفاعلية ومن ناحية أيضا البيئية لأن الهيدروجين كما تعلمون ينتج الماء فقط عند احتراقه وهذا أيضا أمين ولا يضر بالبيئة وهو فعليا صديق البيئة الهيدروجين كوقود صديق للبيئة ومناسب للاستخدام ولكن المشكلة في إنتاجه لذلك نرجع إلى المثال الذي قبليه في بالنسبة للنبات وكفاء كمستخدم للطاقة الشمسية بشكل فاعل ونحاول أن نجد تقارب ما بين عملية التمثيل الضوئي بالنبات وعملية إنتاج الهيدروجين من الماء فنجد أن العمليتين متشابهتين حيث يتم أكسدة واختزال الماء في تلك العمليتين وحتى يتم ذلك عمليا لابد من ايجاد ماده قادرة على امتصاص ضوء الشمس لتقوم بعملية الأكسدة والاختزال للماء لإنتاج الهيدروجين وهذا ما يسمى بالمحفز الضوئي والآن دورنا نحن ككيميائيين تفكير في صفات هذا المحفز الضوئي ومحاولة تحضيره واستخدامه وإجراء أي تعديلات مناسبة عليه ليتم استخدامه بشكل فاعل فنعرض كيف يعمل المحفز الضوئي وما هي ميزاته التي نحتاجها في عمليه فصل الماء وانتاج الهيدروجين. ثم بعد ذلك نستعرض او نلخص العمليه كامله لانتاج الهيدروجين وتخزينه. واستخدامه كوقود ونضع بين أيادي الطلاب بعض التكنولوجيا الحديثة في صناعة السيارات التي تستخدم وقود الهيدروجين، ومن ثم نبين أننا ما زلنا في بداية الطريق لأن هناك العديد من التحديات التي تواجهنا في تطوير واستخدام هذه التكنولوجيا بشكل كبير وواسع. لذلك نضع التحديات أمامهم للبحث عن طريق الانترنت او عن طريق مراجع حديثه حتى هم يكونوا قادرين على ايجاد افكار ابداعيه في هذا المجال وفي النهايه بحب اشكركم لاختياركم الفيديو واتمنى أن يكون وصل الهدف المرجو منه في تحفيز الطلبه على موضوع ماده الكيمياء او المواد الاساسيه والطبيعيه الاخرى زي ما حكيت لدورها في حياتنا اليوميه وفي التطوير والتنميه واذا بتحتاجوا اي معلومه يمكنكم الاتصال معي على الانترنت او على عنواني في الجامعه الايميل هذا الايميل تاعي يمكنكم اذا بتحبوا تستفسروا عن شغله او تتواصلوا معي في هذا الموضوع او مواضيع اخرى بتخص الكيمياء بكون سعيد جدا وايضا يمكنكم تطلعوا على البرنامج العام تاع الفيديو هذول اللي اسمه بلاسم واللي ايضا موجود على الانترنت تحت عنوان http blossoms MIT.EDU يمكن بتعرفوا انه هذا البرنامج اصلا هو بالتعاون مع جامعه ام اي تي في الولايات المتحده الامريكيه فامكانكم ترجعوا للسايت هذا وتطلعوا على المعلومات اللي بتخص الفيديو راح تلاقوا كمان بالاضافه للفيديو هذا راح تلاقوا فيديو ثانيه امكانك تحصل عليها بدون مقابل وبشكركم مره ثانيه وبتمنى لكم ولطلابكم التوفيق